Mr. President, first of all, let me thank you for doing the interview. And I'd like to ask you, last year you gave a speech during the war, I think it was, in which you pointed to all the factories that were hit by Israeli jets. And I just wondered what the point was that you were making there. Thanks to you, first of all. العدوان الإسرائيلي على لبنان دائما كان من أهدافه تدمير لبنان، ومن أهدافه وضع لبنان دائما كرصيف تلقى عليه فضلات المنطقة، بالإضافة إلى تهديمه اقتصاديا. هذا الأمر عدا عما حصل عام 1978 بعد اتفاق الطائف، أتحدث تحديدا عام 1993، دمر 22 ألف مؤسسة ومنزل، ما إن بنيناهم حتى بعد 3 سنوات حصل اعتداء 1996. عدا عن المجازر التي حصلت في بلدة قانا، حيث أقدم السيد المسيح عليه السلام على إحدى معجزاته وعرس قانا الشهير، هذه رغم المجزرة التي ارتكب أيضا مجزرة اقتصادية ذهب من نتائجها أكثر من 32 ألف مؤسسة ومنزل. أيضا ما إن بنيناهم حتى عام 1999، لاحظ دائما هناك 3 سنوات، وحصلت أيضا تدمير آخر. هذه المرة كان حجم العدوان الإسرائيلي والأسلحة التي استعملت تعادل كل حجم التدمير الإسرائيلي الذي حصل في لبنان منذ عام 1978 حتى اليوم. فعلا بعيد الحرب بقليل، كان هناك مؤتمر بمناسبة ذكرى الإمام موسى الصدر أقمته في صور، وتحدثت بالتفصيل وأعطيت هذه الأرقام للأمم المتحدة، وسلمت نسخ منها للأمريكيين، للسيدة كونداليزا رايس، وسلمتها أيضا للبريطانيين وللفرنسيين ولكل من زارني نسخ تبين المعامل التي ضربت ولم تكن في الجنوب، ولا علاقة للمقاومة فيها من قريب أو من بعيد، لا لحركة أمل ولا لحزب الله ولا لأي مؤسسة من مؤسسات المقاومة على الإطلاق. مثلا على ذلك معمل الألبان الذي خص عائلة دي فريج في البقاع، مثلا هذا المعمل الذي كان يتعاقد مع اليونيفل ويقدم الحليب واللبن لليونيفل، لماذا قصف؟ قصف لأن شركة إسرائيلية حاولت أن تأخذ هذا الالتزام، فرسل الالتزام على المعمل اللبناني فجرى الانتقام منه. كذلك جرى الانتقام من 5 مؤسسات أيضا رسى التزام عالمي عليهم بالتنافس مع الإسرائيليين، الأمر الذي أوضحناه بكل قوة، ولكن مع الأسف كل شيء يتعلق بإسرائيل هو مسامح دوليا، وكل شيء يتعلق بلبنان هو ابن الجارية وليس ابن الست. So what you are saying is that the Israeli attack wasn't just a military response to Hezbollah, and in a sense not even an economic response. It was a specific financial attack on particular industries and factories. الجواب بسيط جدا. إذا كنت أنت تاجر في مجال معين ويوجد لك خصم في بلد أو في منطقة يتاجر بنفس البضاعة، يصبح هو منافس لك وتحاول تدميره. طبيعة لبنان وطبيعة الأرض المحتلة في فلسطين أي إسرائيل هي واحدة، الهواء نفسه، السياحة نفسها، الآثار نفسها، التاريخ نفسه. هم يعتبرون أن لبنان هو المنافس الحقيقي لهم. إذا كانت إسرائيل بلد اقتصادي فلبنان بلد اقتصادي،
إذا كانت إسرائيل تعتبر نفسها أن بلد منفتح على الغرب ولبنان منفتح على الغرب، التفاحة اللبنانية تضاهي التفاحة الإسرائيلية، البرتقالة اللبنانية تضاهي البرتقالة الإسرائيلية، البانكينج اللبناني، التوريسم اللبناني، كل شيء يوجد تنافس بين اقتصاد لبنان وبين اقتصاد إسرائيل. إسرائيل تعتبر أن المنافس الوحيد لها في المنطقة اقتصادياً هو لبنان. أنت تعلم أن مشروع الشرق الأوسط مثلاً الذي يجري الحديث عنه، الحقيقي المفكر الحقيقي له هو شمعون بيريز، الذي كان يتحدث عن شرق أوسط جديد مع 1000 شركة إسرائيلية تستغل المنطقة اقتصادياً، تستغل المنطقة اقتصادياً. هذا المشروع المنافس العربي في المنطقة له هو لبنان، لذلك تدمير لبنان وتدمير البانكينج في لبنان وتدمير السياحة في لبنان هو أحد أهم عوامل الاقتصاد الإسرائيلي الذي تنظر إليه كي تهيمن على المنطقة. Did you point out your analysis to Condoleezza Rice and what did she say? Well, السيدة رايس آنذاك كانت تتحدث فقط عن ما تسميه الإرهاب في المنطقة ولا تريد أن تسمع شيء. حتى موضوع الأسرى الذي أخذ ذريعة للهجوم على لبنان، أنا عرضت في تلك الآونة أن يصار إلى تبادل الأسرى في يوم واحد، في يوم واحد أو في يومين على الأكثر. قلت 3 أسرى مقابل أسيرين، 3 أسرى لبنانيين مقابل أسيرين إسرائيليين، وكان الجواب أن هذا الموضوع الآن ليس هو المعني، المهم الآن هو موضوع المقاومة، موضوع إنهاء الأمر في لبنان. كانوا يعتقدون بصراحة أن لبنان سينهزم وأن المقاومة ستنهزم، وأنا كنت أيضا بمنتهى الصراحة قلت أن الجيش الأمريكي استطاع خلال 3 أسابيع أن يهزم أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط الذي هو الجيش العراقي، ولكن منذ 3 سنوات لا يستطيع أن يهزم مقاومة مؤلفة من 10,000 أو 15,000 عراقي. إسرائيل لن تستطيع أن تهزم المقاومة في لبنان، هذه تجربتنا معها منذ عام 1982 حتى اليوم. لا تستطيع، هي استطاعت أن تهزم الجيوش العربية ولكن لا تستطيع أن تهزم المقاومة على أرضها. وبالتالي أنا هي لذلك في الأيام الأولى، لذلك في الأيام الأولى في 5 أيام والنصف الأولى إسرائيل لم تقاوم حزب الله ولم تقاوم حركة أمل ولم تقاوم مقاومة. إسرائيل دمرت الجسور، دمرت المصانع، دمرت الطرقات، دمرت المستشفيات، دمرت. أنا شخصيا بنيت في الجنوب 383 مدرسة في كل قرية وفي كل مدينة جنوبية، إسرائيل دمرت منهم 180 مدرسة. أنا شخصيا أشرفت على بناء 383 مدرسة، هي دمرت 180 مدرسة. هؤلاء 180 مدرسة هم لوزارة التربية الوطنية اللبنانية وليسوا لحزب الله وليسوا لحركة أمل. أنا هنا لا أعرف لماذا كان هذا الهجوم 33 يوما أو 34 يوما على لبنان بهذه الشراسة، ولا أعلم لماذا استعملت قنابل. كل قنبلة بدون أي مبالغة كانت تهدم بناء مؤلف من 11 أو 12 طابقا، ما يسمى القنابل الفراغية، الفاكيوم. وقبل أن يترك الإسرائيليون من هنا تركوا في أرضنا 2,400,000 قنبلة عنقودية. كل يوم بما فيه هذا النهار أنا قرأت في الصحف اللبنانية اليوم أن شابا أيضا انفجرت فيه قنبلة عنقودية اليوم. كل يوم إما طفل وإما جندي من قوات الأمم المتحدة وإما رجل عادي أو امرأة
يصاب بهذه القنابل التي هي محرمة دوليا. والغريب بالأمر أن الإسرائيليين قالوا أن هذه القنابل وضعت في لبنان بدون علمهم، يعني هم لم يعطوا أمر فيها ولكن الطائرات وضعتها. هكذا بكل بساطة. أنا لا أستطيع الجواب على هذا السؤال. كيف تكون أمريكا تدعم لبنان وتدعم حكومة لبنان وتريد أن تقوي لبنان وفي نفس الوقت تسمح لإسرائيل؟ هذا إذا لم أقل أنها شجعت إسرائيل على تدمير لبنان. ما حصل مثلا من باريس 3، يعني أنا طبعا أقدر كثيرا الدول التي ساهمت في باريس 3، ولكن كنت أعتقد أنه كان بالإمكان توفير هذه الأموال أكثر فأكثر لتعزيز بنية لبنان ولسد الديون عن لبنان، بدلا من أن هذه الأموال كلها بالكاد تكفي ولن تكفي الخسائر اللبنانية نتيجة الحرب الإسرائيلية التي كانت مغطاة، نعم، من بعض الدول التي ساهمت في باريس 3. Mr. President, what is the future of the relationship between Lebanon and Israel? Has the balance of power shifted between the two? Lebanon, let me answer that question in English. The Lebanese never have any ambition to attack the others. Neighborhood or other terms. The only thing we know about the Lebanese that from the Phoenician time, we take the alphabet to the world. We were inside the charter of United Nations. We were in the charter of the Arab League. We are all over every establishment about the human thing. We are about 4 million people here. We are 14 all over the world. We are in 19 parliament, federal parliament, between that Australia. Never the Lebanese, they have any intention to attack the others. Why the Israelian, from 1978 until now, every time they have excuse? They start in 1978 saying their excuse it was the Palestinian guerrilla. But their operation in that time, it was under the title Laitani operation. What the relationship between Laitani operation, but between the Laitani River and the Palestinian guerrilla, that's up to you to explain, to understand that, because I understand it only one thing. They want the water in Lebanon. You know and I know, in this century, 21st century, the real war, it is about the water. Their ambition about the water, not from now. In Wazani River, in Laitani River, in every place in Lebanon. All the time they have that. 1978, they did that. In 1982, Sharon, Mr. Sharon himself, he made the attack. He arrived to the Laitani. Well, we went like Lebanese, where? To the court. Which court? The United Nations. In 1978, when we go to the United Nations, the resolution 425, it wasn't a Lebanese resolution. It was an American project. We accept it. We are waiting in 1982, Mr. Sharon to withdraw, to apply the resolution. Well, he arrived to Beirut. He destroyed Beirut. He interfered in Beirut. He want a president to be allied with the Israeli. Well, they create the resistance.
ده إسرائيل اللي كرييت ذا ريزيستنس اوف أمل موفمنت اور اور حزب الله. Never anybody ask about the cause. When you have something, when you have a malady, for example, before you give the medicament, you have to ask about the cause for that. Well, the medicament, it was the resistance, but the malady, it was the invasion. They push us to arrive to this point. They thought the Lebanese, they are small people, they are business people, they are tourist people, they are banking, they are service, they are etc., etc. They thought we are easy. They eat us easy. They said the Lebanese, they like dancing, they like, you know, to be glad, etc. That's true, but we can dance by night, but we can resist in the day, in the daytime or the country. Well, that's exactly Our story that we have the Israelian in our border on all the time, they have ambition to eat something from Lebanon. Well, the relationship, now I answer your question directly. The relationship between Lebanon and Israel, the only relationship that the Israelian, they have to move from the last inch from Lebanon, including that Shiba farm. Why they stay in Shiba farm? Not because it's a small place, no. For the same cause they came to Lebanon. There you have the big tank, water tank in the region. They are there. They brought the falasha from Ethiopia to make service for the ski there, because you know, near Haramun. Well, the same excuse all the time. They have to withdraw from here. They have to leave Lebanon to live in peace. And after that, when they went to a conference for the peace in the region, Lebanon, he will be between those countries. That's all. Do you think this pattern of constant entry by Israel into Lebanon, interference in Lebanese affairs and then withdrawal, is this because at some point in the future they see the section from the border to the Litani River as part of the future Israel? إذا كانوا يعتقدون أن شمال الليطاني يشكل غطاء لهم حتى من الناحية العسكرية، هذا أمر سخيف. الآن الحرب ليست في البندقية وليست بمدفع الهاون، الآن الحرب السلم الحقيقي هو سلم سياسي وليس سلم أمني. أي صاروخ الآن يستطيع أن يصل إلى عشرات آلاف الكيلومترات. عرض الجنوب كله بين الأراضي الفلسطينية، بين إسرائيل وبين لبنان، لا يتجاوز 10 كيلومترات أحيانا، ولا يتجاوز أحيانا الكيلومتر الواحد. إذا هذه الحجة بوجود المقاومة في شمال الليطاني أو عكس الليطاني، هذا كله كلام سخيف، لأن الحرب الآن تغيرت أساليبها وتغيرت قواعدها. Thank you. Thank you, sir. Very good. Thank you. Thank you.